15 يوم تخرج 26/5 طلعت على سينا على طول. طبعا رجعنا الحرب رجعنا. بعد ما رجعنا انا رجعت على مدرسة الفرنسيسكان بالاسماعيلية، يا دوب لبسونا ابرات نظيفة وحلنا دعننا وبتاع، وادوني سريت انا دفاع جوي اصلا، يعني سلاح دفاع جوي. فادوني سريت 14.5 رباعي وخدوني على اطلع على بورسعيد وبورفؤاد. وانا ماشي في بورسعيد على طريق من الاسماعيليه على طريق القناه، في طريق اسفلت يمينه القناه وشماله الترعه، وانا متحرك بالسريه بتاعتي بعربياته متحرك بيهم. العدو ضرب بيضرب الاسفلت علشان يفتح الترعة على قناة السويس عشان المية تنزل في قناة السويس، والترعة دي هي اللي بورسعيد بتشرب منها وبتأكل وكل حاجة منها وتغسل منها. المهم وصلت قعدت في الرسوة 3 أيام. قالوا لا ده انت هتطلع على حتة اسمها القطع، طريق القطع. طريق القطع ده على البحر أبيض المتوسط، طريق كده من بور فؤاد بعد ما نعدي من معديات من بورسعيد من بور فؤاد، طريق القطر على البحر المتوسط يمين وانت وشك كده لسينا، يبقى شمالك البحر المتوسط ويمينك الملاحات. قعدت في القطر ده كتير طبعا، وجانا الفريق محمد احمد صادق ساعتها كان في دفعتي من الصاعقة مات في اول فجاي يدينا معنويات وهجيب لكم حقكم وهجيب لكم بتاع والكلام ده. ومشي الفريق صادق ايام كان مدير المخابرات الحربيه قبل ما يتولى منصب وزير الحربيه، وقعد معايا وفتر معايا في الموقع. المهم انا شغال دفاع جوي بال 14.5، ال 14.5 الرباعي ده المدى بتاعه يعني ما يحصلش الطيران العالي، هو بيضرب طيران الواطي. ليه بيضرب الطيران الواطي؟ لان الطيران الاسرائيلي بيجي واطي علشان الرادار ما يمسكوش والصواريخ ما تطلوش، فاحنا بنضربه بيرفع فوق الرادار يصطاده الصاروخ ايه ينزل. ابتدت معركه العش، قالوا ده في ناس جايين على معركه القوات الاسرائيليه جايه على طريق راس العش، فقلبوني من دفاع جوي الى ارضي اضرب ارض ب 14.5. وهو ال 14.5 المقوله بتاعته الله بيرحم والرباعي ما بيرحم. واشتغلت ارضي مع كتيبه الصاعقه اللي موجوده هناك، ولحد ما خلصت معركه راس العش ومات الله يرحمه الجزار قدامي. وابتديت ايه، خلصت المعركه ابتدوا ودوني على الدفاع الجوي تاني بتاع بور فؤاد، واحتليت رجعت بقى للرادار سناين وحاسب 6 سنين ومدفع 100 ملي واحد، رجعوني على سلاح الاصلي. وقعدت في بور فؤاد في حته اسمها بلاج الاطفال. بعد ما قعدت في بلاج الاطفال كان في طيار اسرائيلي وقع في الملاحات، فروحنا نجيبه. الطيار بيبقى معاه جهاز بيكون، مش بيكون كده ست اللي هو حدد، جهاز البيكون ده اللي بيحدد مكانه. رحنا نجيبه، كان الطيران الاسرائيلي جاي ياخده، الهليكوبتر جاي تاخده، فشافتنا ضربت علينا، اللي اصيب اصيب وكده، بس الطيار خدناه من الملاحات وديناه على مكتب مخابرات بورسعيد. اصبت اغمى عليا، والكلام ده منشور في مجلة النصر للقوات المسلحة ان المقاتل سعد جديد فقد الوعي بعد الاصابة، واتنقلت بهليكوبتر من بورسعيد على مستشفى المعادي للقوات المسلحة.
قعدت في قوة المسلحة، بصيت لقيت الفريق محمد أحمد صادق ساعتها حاليا دلوقتي كان اتعين وزير الحربية في الوقت اللي حضرتك قابلته فيه ده، بعديها بقى بفترة بشهرين ثلاثة. فلما جه قال لي الله مش أنا اللي فاطر معاك في القطع، قلت له أي فنان اللي مو بعد كده. فأنا ساعتها في الحالة دي حصلت على وسام نوط الجمهورية من الطبقة الأولى ونوط الشجاعة من الطبقة الأولى معايا. مين اللي سلمه نوت الجمهورية من الطبقة الأولى؟ أنا واخده من جمال عبد الناصر أو موجود عندي من تحت. ده كانت سنة 70 قبل ما يتوفى. ونوت الجمهورية ده برضو طبقة أولى باخد عليه فلوس على المعاش ومعلقه في البيت، وهو والشجاعة ومبسوط من يوم وكلهم ومقدم لهم التحية. يعني أخدت هذا نوت الجمهورية وأنا شاب صغير عندي 21 سنة. لما شاب عنده 21 سنة ياخد الجمهورية طبقة أولى يبقى أنا كنت بعمل أعمال مجيدة زي مكتوب فيها بالظبط. أخدت بعد كده نوت الشجاعة، جه الفريق صادق قال لا ده يروح يترشح المخابرات. اترشحت ورحت المخابرات من ملازم أول. أنا دفاع جوي، خدمت سنتين في الدفاع الجوي واتنقلت من الدفاع الجوي للمخابرات حتى نهاية خدمتي. حتى محاضرات طلعت لواء. لواء. لواء في الجهاز. مدير إدارة. لا كنت اتنقلت حتة تانية هقول لك عليها دلوقتي. لأن أنا لسه سايب شغلي من 5 أشهر. أنا عضو اللجنة التنفيذية للمفاعل الذري، بديت مع الدكتور إبراهيم من اول الارض رمله لحد ما عملنا المفاعل الذري الجديد، مفاعل البحث مصر الثاني الجديد هو والنظائر المشعه. بعد كده رحت المخابرات، كانت موجوده المجموعه 39 قتال. مجموعه 39 قتال دي فرع من فرع المخابرات الحربيه مش من الصعقه، اللي هو بقياده الله يرحمه الشهيد ابراهيم رفاعي ومحيي نوح وحسن العجيزي وعلي نصر وخليل جمعة ورفعت الزعفراني، أسماء كتير عشان ما انساش أسماء كتير. لما خدمت في المخابرات كنت ببندهم إداريا، فكنت ملتحم بيهم لأن كان مكتب اللي هو رفعت الزعفراني يميني ومكتب اللي هو حسن العجيزي شمالي ومحي ونيح كان قريب وكده وبتاع الكلام ده، لحد ما اتفكت المجموعة 39 قتال وبرضه الضباط بتوعها تنهم في المخابرات. تصادف الزمن ان انا اطلع على مكتب مخابرات بورسعيد في حرب 73 قبل الحرب. يعني 67 سيادتك كنت في بورسعيد؟ لا 67 انا راجع من سينا. راجع من سينا. الاستنزاف كنت في بور فؤاد وبورسعيد. في القطع. في القطع وراس العش. تيجي مرور الزمن ان انا اخدم في مكتب مخابرات بورسعيد قبل الحرب. كان في اسرى والكلام ده كله، بنحول اسرى والكلام ده كله. والله يمسيه بالخير اللي حطني في مكتب مخابرات بورسعيد كان اللواء بدر حميده، عضو من قياده الثوره، كان نائب مدير المخابرات الحربيه، وكان اياميها اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربيه. دور المخابرات الحربيه كان دوره قوي في الحرب جدا، كان دوره قوي جدا. تجهيز معلومات، يعني الاسرى اللي بتيجي ديت في استجواب اولي ومبدئي، بتاخد معلومات سريعه تمد بيها القوات قدام وتيجي بتتحلل في المخابرات وبتتوزع على جميع الأجهزة السيادية. أنا يعني كمان مرة أنا سعيد أن أنا أنتمي لهذه المؤسسة العسكرية، وده شرف لي وأتني أحتمي بيه. واللي جه رد قيمة القوات المسلحة سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي باحتفالات اكتوبر، انا حاسس السنه دي ان انا في مزاج خاص ليا كمحارب وكمقاتل. يعني لا الفرق، ما كنتش حاسس بفرق الوقت كده، حاسس له مزاج جميل وحتى في الاعلام والتلفزيون. رجعت لام السادات تاني. الله يرحمه الله يرحمه. في ناس كتير كانت بتهاجم الرئيس السادات. ما هو في ناس بتهاجم دايما الناجح وكده، الناس بتهاجمه وتحدفه بالطوب، النخلة فيها ثمر بتتحدف بالطوب عشان تعمل. وبعدين كل الناس دي كلها
بتحارب وتتخانق وتشتم عشان المناصب والرئاسة كله، حتى في أي مؤسسة. جمال عبد الناصر وأنور السادات وعبد الفتاح السيسي لن يتنسى. اللي بيعمله سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي دلوقتي ده نصر زي نصر أكتوبر، زي نصر أكتوبر. الفريق عبد الفتاح السيسي كسر أمريكا، لأن احنا كنا خلاص هنضيع والبلد كلها هتضيع باتفاقية الإخوان والكلام ده كله، والقصة كل الشعب عارفها، لولا لحقها على آخر لحظة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزل مرسي وحط الإخوان في منيامهم من جديد.